حياكم الله. معركة غزة هذه المرة كل شيء فيها مختلف. لأول مرة تقصف تل أبيب العاصمة الآمنة لإسرائيل. لأول مرة تسقط المقاومة طائرات حربية إسرائيلية. لأول مرة يختبئ الملايين في إسرائيل من صواريخ المقاومة. صدمة طالت كل الأجهزة الأمنية والسياسية داخل إسرائيل. خرج الاحتلال إلى غزة لتحقيق قانون الردع. انقلب السحر على الساحر. أصبح المطلوب هدنة دائمة. عن أي هدنة يتحدثون؟ المقاومة تقول قواعد اللعبة تغيرت. ربما هو ربيع غزة. لا مكان للهزيمة أو التخاذل بيننا. لسان حال الفلسطينيين في معركة كتبت عليهم لم يطلبوها. الموقف العربي الرسمي لا جديد فيه حتى اللحظة. تنديد وإدانة. اللهم إلا من بعد التحركات في القاهرة التي لم يعرف بعد ما هو سقفها. في حلقة اليوم نصول ونجول في تحركات العربي وإمكانياتهم. كيف سيواجهون العدوان على القطاع؟ نسأل هل تغيرت قواعد اللعبة حقا في الصراع العربي الإسرائيلي؟ نسأل عن مآلات هذه الحرب وما إذا كانت نقطة انطلاق نحو لحمة فلسطينية لا انقسام بعدها أبدا. ضيوفي هم فتحي أبو العردات أمين سر حركة فتح في لبنان معي هنا في الاستوديو. من غزة معنا سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم حركة حماس. ومن رام الله معنا هشام أبو غوش عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أرحب بضيوفي جميعا وأبدأ معك سيد سامي أبو زهري. طبعا هناك مؤتمر الآن في القاهرة. هناك كثير من المواقف والكلمات العربية التي تليت حتى اللحظة. برأيك هل الموقف العربي ارتقى إلى مستوى العدوان على قطاع غزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بلا شك الموقف العربي اليوم يختلف عن الموقف العربي بالأمس خلال الحرب الإسرائيلية على غزة في العام 2008 و2009. نظام رسمي محاصر لغزة، جزء من هذا النظام كان متواطئا في الحرب الإسرائيلية على غزة. والآن بلا شك هناك اختلاف كبير. الموقف القطري كان واضحا ويتحدث عن عدم اكتفاء بإصدار بيان كالعادة وإنما خطوات عملية. والموقف المصري أعتقد أنه كان موقفا بارزا ويتحدث عن ضرورة إعادة النظر في كل عملية السلام من جذورها. وأعتقد أنه هذا موقف متقدم وموقف ضروري جدا، لأنه نحن كفلسطينيين نكتوي مما يسمى بعملية السلام. ولذلك لا، نحن نعتقد أن هناك اختلاف كبير، لكن رغم ذلك نحن بحاجة إلى شيء عملي، بحاجة إلى خطوات عملية يلمسها. طيب وراء الكواليس سيد أبو زهري، هل حصل تواصل بينكم وبين قيادات عرب أو وزراء خارجية أو حتى مسؤولين أقل من ذلك فيما يتعلق بالخطوة ما بعد العدوان؟ يعني بمعنى هل هناك تعهد بقطع هذا الحصار المستمر لمدة 4 أو 5 سنوات أو 6 سنوات؟ هل هناك تعهد بفتح باب أو معبر رفح بشكل دائم رغما عن الاحتلال نفسه؟ أولا على صعيد الاتصالات، نعم هناك اتصالات مكثفة جرت بين قيادة حركة حماس وتحديدا الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي مع مسؤولين عرب كثر، لوضعهم في صورة العدوان الإسرائيلي على غزة وتحميلهم مسؤولياتهم لوقف هذا العدوان الإسرائيلي عبر جهودهم ودعوتهم لاتخاذ خطوات عملية بهذا الشأن. أما بالنسبة لمعبر رفح، معبر رفح هو مفتوح يوميا، لازال يعني ليس بشكل دائم لكن يوميا هو مفتوح. المطلوب، المشكلة هنا ليست في فتح المعبر، المعبر مفتوح للأفراد، ينبغي فتحه أيضا للتبادل التجاري. طيب وأعتقد أن القاهرة يعني يجب أن يكون هناك مؤازرة عربية لها لدعم موقفها. القاهرة تريد، بما أنه تم الحديث عن موقف عربي سيد أبو زهري، سمعنا كلمات ربما لأول مرة ربما قد تسمع بنوادي عربية فيما يتعلق بإعادة مراجعة عملية السلام برمتها أو المبادرات التي طرحت تجاه السلام مع الكيان الإسرائيلي. أريد أن أسأل هنا، هل هذه أو على الأقل ما تقييمكم لهذه التصريحات التي ظهرت؟ أعتقد أن هذه تصريحات جيدة وستخلق ارتياح كبير جدا في الشارع الفلسطيني. صحيح أننا نريد خطوات أكثر من ذلك، لكن بلا شك هذه الخطوات تعكس أن هناك نقلة في الموقف العربي لصالح القضية الفلسطينية. ونحن في حركة حماس تجاه هذه المواقف وتجاه الزيارات الرسمية المتكررة إلى غزة في ظل العدوان، نعتقد أن هناك شرق أوسط جديد يتشكل بفعل ثورات الربيع العربي
وبفعل هذه المواقف الرسمية المتأثرة بهذا الربيع. نعم هناك شيء يتشكل في المنطقة، لا زال في بدايته، لكن شيء أنا أعتقد من شيء مهم وله مستقبل. طيب المؤتمر قد ينتهي بعد لحظات أو دقائق أو ساعة ربما على أبعد تقدير، برأيك ما الخطوة التالية التي سيعتمدها الموقف العربي الرسمي تجاه قطاع غزة؟ هل سنشهد زيارات باتجاهكم، تطور نوعي ربما لافت؟ المطلوب فيما يتعلق بالجانب العملي أشياء عديدة، يعني بغض النظر عن قصة الحرب على الإسرائيلية على غزة، هناك شيء يملك العرب وهم غير معفون المسؤولية تجاهه، كما أشرت في خلال الحديث إلى بعض ذلك، فتح المعبر بشكل دائم لتنقل الأفراد وأيضا للتبادل التجاري، ويجب أن يصدر توصية من هذا المؤتمر لدعم موقف مصر بهذا الاتجاه، لأن مصر تتعرض لضغوط التوقف عن ذلك، وهي في ظل اهتماماتها وانشغالاتها الداخلية بلا شك هي يعني بحاجة إلى ربما مزيد من الوقت، لكن وجود موقف عربي رسمي داعم لمصر هذا بالتأكيد سيشجعها لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة التي ستسهم في كسر عمل الحصار. الاحتلال يقتلنا، ف طيب سيد أبو زوري، حتى أستفيد من حضورك معنا، أنا آسف على المقاطعة، أنا أعرف أن الوقت جدا ضيق بالنسبة لك وأيضا بالنسبة لنا. اليوم في القاهرة كان هناك ربما لقاء جمع مشعل، الأستاذ مشعل، أمير قطر، السيد أردوغان، وكذلك الرئيس المصري محمد مرسي. فحوى هذا اللقاء، هل يمكن لك أن تطلعنا على فحوى هذا اللقاء؟ الأستاذ خالد مشعل عقد عدة لقاءات في القاهرة، من بينها لقاء جرى مع وزير المخابرات المصري، ولقاء آخر جرى مع رئيس الحكومة التركية سيد أردوغان، وهذه اللقاءات تباحثت في الوضع، يعني هذه اللقاءات التي عقدت حتى الآن، هذه اللقاءات بحثت في الوضع في غزة الناتج عن التصعيد الإسرائيلي وسبل مواجهة هذا التصعيد وضمان يعني ضرورة بذل الجهد ليس لوقف العدوان وإنما لأخذ الضمانات لعدم تكرار ذلك و وقف أي شكل من أشكال العدوان الإسرائيلي على غزة. طيب هل يمكن للرئيس التركي، رئيس الوزراء التركي، أن يزور غزة، يعني علما أنه هو الآن حاليا بالقاهرة؟ يعني هو الذي يقرر ذلك، غزة ترحب بلا شك. لا علم لديكم. لا يوجد ترتيبات لهذا الموضوع، إن كنا بلا شك نرحب بأي زيارة سواء لرئيس الوزراء التركي او اي رئيس عربي او اسلامي، يعني غزه يعني تسعد بمثل هذه الزياره. طيب كان هناك دعوه فلسطينيه للامين العام لجامعه الدول العربيه لزياره ايضا قطاع غزه، هل لديكم ايضا معلومات ربما تشير باتجاه هذه الزياره؟ يعني رئيس او الامين العام لجامعه الدول العربيه مواقفه جيده متوازنه، ونحن مرتاحون لها في حركه حماس وكشعب فلسطيني. مسألة الزيارة يعني نحن ندعوه لزيارة غزة ونرحب بمثل هذه الزيارة، لكن حتى اللحظة لا يوجد ترتيبات لمثل هذه الزيارة، وإن كنا واثقين أنه يعني هو يفكر بذلك، أنه يعني نحن مرتاحون لمواقفه تجاه شعبنا وقضيته. طيب مصر تقول أنها تتعرض لضغوطات فيما يتعلق بموقفها من القطاع، أنتم في حركة حماس إضافة إلى الفصائل المقاومة الأخرى الآن في قطاع غزة، هل تتعرضون إلى ضغوط من جهات خارجية بحسب ما تقول بعض الصحافة لوقف على الأقل الصواريخ التي تدق الآن تل أبيب وبعض المناطق الإسرائيلية؟ لا يستطيع أحد أن يمارس ضغطا على حركة حماس، موقفنا واضح، نحن أعطينا تفاهم للتهدئة قبل 48 ساعة من جريمة الاغتيال، التزمنا بهذا التفاهم، الاحتلال هو الذي غدر ونقض هذا التفاهم وقتل الشهيد الجعبري ثم صعد عدوانا ضد أطفالنا ونسائنا، ولذلك نحن في حالة دفاع عن النفس ولا مجال للعودة إلى أشكال التفاهمات السابقة في ظل الغدر الإسرائيلي، وليس من حق أي طرف أن يمارس ضغوطا علينا وبشكل واضح. طيب عن أي تفاهمات حديثة تتحدثون عنها؟ يعني كان هناك هدنة سابقة حصلت عقب الرصاص المصبوب في العام 2009، اليوم نفس التكرار السيناريو، يعني نفس العملية تتكرر لوقف شروط أو إطلاق النار أو لإعادة تثبيت التهدئة، ما هي المطلوب تحديدا من فصائل المقاومة؟ يعني أنا لا أستطيع أن نخوض في التفاصيل لأن هذا الموضوع لا زال قيد البحث، لكن بشكل عام لا مجال لوقف دور الفصائل الفلسطينية في مواجهة هذا العدوان إلا بوقف العدوان، وقف ثوري وحقيقي وشامل للعدوان، إضافة استجابة لضمانات
ومطالب وشروط فلسطينية، وهذا يجري عرضها على الجهات المعنية. لكن في جميع الأحوال الاحتلال حتى في ظل حديثه عن رغبته بالتهدئة هو يستمر ويوسع عدوانه ويستجلب مزيد من الجنود الاحتياط الإسرائيليين، واليوم يستهدف منازل سكنية بعدد كبير مثل ما جرى في منزل استهداف منزل عائلة صلاح في شمال قطاع غزة، دمر البيت على من فيه. لذلك أي تهدئة يتحدث عنها الاحتلال، لذلك نحن لن نلهث خلف أي تهدئة، نحن موضوعون في حماية شعبنا. طيب تتحدثون عن ضمانات، تتحدثون عن فتح معبر رفح، تتحدثون عن رفع الحصار أو على الأقل قيادات مقاومة داخل قطاع غزة، لو تحدثنا بالتفصيل ما هي الضمانات المطلوبة؟ يعني الضمانات، من يقدم هذه الضمانات وما هو مضمونها؟ أنا كما شرط يعني هذا موضوع قيد البحث أولا، ونحن لا نريد أن ننشغل به أو أن نشغل الإعلام به، لأنه في الحقيقة هذه إثارة هذه القضايا سيصرف الانتباه الإعلامي عما يجري من مجزرة في غزة. نحن منشغلون فقط بحماية شعبنا الفلسطيني، من لديه أي أفكار نحن نقوم بدراستها، لكن هذا لن يخدعنا أو يجعلنا ننشغل عن ممارسة دورنا في حماية شعبنا، لأنه في الحقيقة الاحتلال لا زال يمارس دور الخديعة. هل تلقيتم اتصال من الرئيس محمود عباس؟ يعني هناك اتصالات جرت بين الرئيس عباس والأستاذ خالد مشعل، لكن أعتقد أنه المطلوب فلسطيني أكثر من ذلك بكثير، أكثر من قضية اتصالات. يجب مراجعة حقيقية للوضع الفلسطيني الداخلي برمته، أما الاتصالات جيدة لكن هذا أعتقد كان هناك حديث عن لقاء ربما مرتقب بين الرجلين، هل لديك أي معطيات حول هذا الموضوع؟ يعني حسب آخر معلوماتي لا يوجد ترتيبات حتى اللحظة للقاءات بين مشعل وعباس، وأعتقد هذا ليس نفيا لكن حتى اللحظة لا يوجد ترتيبات بهذا الشيء. طيب كان هناك حديث أيضا، يعني أريد أن ألخص أيضا بعض النقاط بشكل سريع أستفيد منك، حديث لوزير الخارجية الإيراني قيل أنه تم التواصل مع بعض القيادات في حركة الجهاد وأيضا مع حركة حماس للقدوم إلى غزة، هل أيضا معطيات حول هذه النقطة؟ هو الرئيس الإيراني عبر عن رغبته بزيارة غزة، لكن وزير الخارجية الإيراني تفضل. نعم وزير الخارجية، نعم لا يوجد ترتيبات بهذا الشأن، ونحن بالعكس نحن نستقبل كل الجهات وكل المسؤولين العرب والإسلاميين، وغزة مفتوحة أمام الجميع. هل تتخوفون باختصار شديد، هل تتخوفون من عملية برية؟ طبعا لا، نحن غير متخوفين وواثقين أن الاحتلال سيندم إذا اتخذ مثل هذا القرار. نتمنى لكم كل الثبات. شكرا جزيلا لك سيد سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم حركة حماس، تغادرنا لضرورات أمنية، شكرا جزيلا لك. أعود طبعا إلى ضيوفي وأذكر بهم، معي هنا في الاستوديو السيد فتحي أبو العردات وهو أمين سر حركة فتح في لبنان، ومعي أيضا من رام الله السيد هشام أبو غوش وهو عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أبدأ معك سيد فتحي أبو العردات، موقف حركة فتح، أو دعنا نبدأ ننتهي من حيث المؤتمر لجامعة الدول العربية أو على الأقل التصريحات التي صدرت، هل تراها على مستوى العدوان القائم على قطاع غزة؟ أشوف العدوان أخي محمد عدوان خطير، وهذا عدوان متدحرج، وبالتالي كل الاحتمالات مفتوحة، وبالتالي مطلوب موقف عربي واضح وحازم. وأنا سمعت بعض الإخوة المندوبين في وزراء الخارجية العرب، ما استطعت أن ألخصه أن هناك يجب أن يكون هناك موقف واضح مما يجري، ويجب أن لا نكتفي ببيان بل نقوم بإجراءات من أجل وقف هذا العدوان بشكل حاسم وحازم، وأن تكون القرارات بمستوى العدوان، وأن تكون هي بمثابة رادع للاحتلال الإسرائيلي الذي يمعن قتلا وتدميرا في غزة، وكذلك الأمر يستمر في عدوانه وفي التهديد بتوسيع دائرة العدوان. تتوقعون خطوات عملية عربية؟ يجب أن يكون هناك خطوات عملية بعيدا عن التمني. أعتقد في ظل الإمكانيات المتاحة أن هناك موقف مصري يعني جيد متقدم مطلوب تطويره، سحب السفراء، وكذلك الأمر زيارة رئيس الوزراء قنديل إلى
زيارة رئيس وزراء المصري، وزير الخارجية كذلك الأمر التونسي، التونسي نعم. كل هذه الزيارات تعطي، لكن مطلوب عمل ممنهج وعمل منظم أكثر، وبالتالي حتى يشعر قادة العدو أن هناك موقف عربي فعلا داعم لصمود أهلنا في غزة، وكذلك الأمر حتى يتوقفوا عن القيام بهذه الغارات في اليوم الأول والثاني أكثر من 600 غارة، 85 هدف في اليوم انضربوا، وما زالت الغارات مستمرة، وما زالت مستمرة، وننتظر موقف عربي ربما أقوى من ذلك. أريد أن أسألك سيد هشام أبو غوش إذا كنت تسمعني، الموقف العربي على الأقل اللي صدر حتى اللحظة، هل تراه تطور نوعيا عما كان عليه عقب العدوان الإسرائيلي على القطاع في العام 2008-2009؟ يعني بشكل جزئي من خلال الأقوال أو التصريحات أو بعض الكلمات التي سمعناها يمكن أن نقول كذلك، لكن الموقف الفعلي ليس بإمكاننا أن نحكم عليه إلا من خلال الممارسة العملية. نعم. نحن نرى مجمل الزيارات الرسمية والقرارات والبيانات، يمكن أن تكون جيدة بظاهرها، لكننا بحاجة إلى خطوات عملية تستند إلى موقف وخطاب عربي واحد مستخدما كل الأسلحة التي يمتلكها العرب من النفط والمال والقواعد بمواجهة هذا المشروع الصهيوني الذي لا يستهدف غزة فقط بل يستهدف كل المشروع الوطني الفلسطيني. هذا يعني كل الداعمين لهذا العدوان وتحديدا الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا يفترض أن يستهدفوا أيضا بمواقف عربية واحدة بالتوجه للجمعية العامة وبمجابهة كل أصحاب الفيتو إزاء الحق الفلسطيني وكل الذين يحاولوا أن يصوروا كأن المعركة ما بين جيشين متناسين أن في احتلال عم يغزو شعب وشعبنا ضحية في غزة، وكل مشروعنا الوطني بات مستهدفا ومدعوم هذا العدوان من قبل قوات عالمية. الموقف العربي الواحد، الشارع العربي يجب أن يأخذ مداب التحرك من جانب، والمواقف الرسمية العربية مطالبة بمواقف حقيقية كما أشارت واحدة من الكلمات، حتى الالتزامات المالية لم يفوا بها، والالتهام الأراضي تجري يوم إثر يوم، وسمعنا ونسمع الكثير من القرارات. ليس بإمكاني بصراحة كمواطن عربي أن أحكم من خلال البيان الذي سيصدر ولا من خلال زيارة وفد الجامعة العربية المكون من 9 وزراء وأمين الجامعة مفترض أنه غدا يزور غزة، ولا كل الزيارات الرسمية السابقة أو اللاحقة. خطوات جيدة لا بأس بها، لكن الأكثر أهمية منها الذي نحتاجه مواقف عربية محددة واضحة تسهم بفك الحصار عن غزة أولا، تسهم بتنشيط الحركة الدبلوماسية على الساحة الدولية لعزل هذا المحتل وكشف مخططاته الذي يظهرنا وكأننا نحن المعتدين عليه، وكشف مواقف الفيتو التي تستخدم دائما ضد الحق الفلسطيني، وأقصد الولايات المتحدة ومن يتوافق معها. مطلوب مواقف عربية ملموسة على هذا الصعيد، هذا ما يريده الشارع العربي، زائد حق هذا الشارع العربي بأن يعبر عن غضبه ضد الاحتلال وضد الداعمين. إذن أن يكون التحرك على مستويين، تحرك شعبي وتحرك رسمي. التحرك الرسمي يكون عمل ملموس يردع الاحتلال وليس فقط عمل إدانة وتنديد. أشكرك حتى اللحظة طبعا، وسأكمل معك ومع ضيفي هنا في الاستوديو إذا كنت تسمعني، ولكن بعد فاصل قصير إذا سمحت لي. أحييكم من جديد مشاهدينا، استكمالا للحوار المتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نعود إلى ضيوفي وأعود إليك سيد فتحي أبو العردات لأسأل. طبعا أنت أمين سر حركة فتح، سمعنا عن فصائل الآن مقاومة في قطاع غزة، هل حركة فتح جزء من هذه الشبكة المقاومة الآن التي لديها غرفة عمليات وتنسيق نسمع عنه؟
طبعا حركة فتح هي حركة رائدة، وبالتالي هي جزء من حركة المقاومة في غزة، وبالتالي الفصائل الفلسطينية هي تضم القيادة الفلسطينية في غزة تضم كل عمليات التنسيق، تضم كل الفصائل الفلسطينية. هناك غرفة عمليات مشتركة، هناك تنسيق سياسي وتنسيق ميداني بما فيها حركة فتح، بما طبعا بما في القلب منها حركة فتح. ليس طيب، هل من اتصالات سياسية تجرى؟ لأنه نتحدث عن انقسام طبعا مش ضرورته الآن، لكن هو موجود فرض نفسه على الأمر الواقع. هل من اتصالات سياسية؟ يعني الأستاذ سامي أبو زيري تحدث عن اتصالات هاتفية ربما حصلت بين قيادات من حماس وفتح. أنا أريد أن أسأل أكثر من ذلك، اتصالات سياسية ربما تمهد لردم فجوة الانقسام في ظل هذا التعدي الآن على قطاع غزة وشعب الفلسطيني؟ بالتأكيد التواصل قائم ولم ينقطع، وازداد هذا التواصل أثناء المعركة، وما جاء على رأسان الرئيس أبو مازن بالأمس حول أن هذا العدوان هو عدوان على كل الشعب الفلسطيني، وأن هذه المعركة هي معركة الشعب الفلسطيني. حركة فتح في قلب هذه المعركة، لأننا نعتبر أننا حركة الشعب الفلسطيني حركة فتح، وبالتالي نحن وإخوتنا في كل الفصائل الفلسطينية في خندق واحد، ونحن في مبادئنا ومنطلقاتنا دائما نقول إن اللقاء الحقيقي هو اللقاء الذي يقوم على أرض الصراع وعلى أرض المعركة، وبالتالي نحن نخوض هذا الصراع اليوم والمقاومة بكل أشكالها في غزة وتحرك بالضفة، وكذلك الأمر هنا في مخيمات لبنان. هناك تحرك يومي من أجل مساندة أهلنا يشمل كل الفصائل الفلسطينية عبر تحرك موحد بلسان واحد وبهتاف واحد لنصرة أهلنا في غزة، لأننا نعتبر حالنا أنفسنا شعب واحد، وبالتالي نحمل الراية بشكل مشترك داخل الوطن في غزة وفي الضفة وفي خارج الوطن. هذه هي رسالتنا، وهذا هو اليوم نضالنا من أجل حماية شعبنا وحماية المشروع الوطني الفلسطيني. على أمل ذلك، معي عبر الهاتف الآن السيد أبو عماد الرفاعي، وهو يعني الممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان. مرحبا بك حاج أبو عماد. أريد أن أسأل فيما يتعلق بآخر التطورات، وليس الميدانية وإنما السياسية. في هناك حديث عن هدنة في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن تصعيد ضغط ربما خارجي على فصائل المقاومة للعودة إلى تثبيت الهدنة، هل من معطيات ربما تزودنا بها بهذا الخصوص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفك الكرام. مرحبا بك. بالتأكيد هناك الآن جهود بعض الدول وخصوصا الشقيقة مصر تبحث عن تهدئة، لكن باعتقادي أن فصائل المقاومة أبلغت الجانب المصري موقفها وقالت بأن لا يمكن أن يكون هناك تهدئة في ظل العدوان الإسرائيلي، ولا يمكن أن نقبل تهدئة وفق الشروط السابقة. اليوم المقاومة تضع شروط جديدة. ما هي هذه الشروط؟ كنا في الماضي نتحدث عن أن تهدئة مقابل تهدئة، وتهدئة يقابلها كذلك وقف والتزام إسرائيل بوقف سياسة الاغتيال. اليوم نحن نقول بأن أولا إسرائيل لم تلتزم بالتهدئة ولم توقف سياسة الاغتيال، لكن نحن نضيف اليوم بندا ثالثا، يجب رفع الحصار عن قطاع غزة أمام قامة الشهداء الذين سقطوا، أمام القصف العشوائي والهمجي، وأمام العدوان المستمر على أهلنا وشعبنا. لا يمكن أن نوقف يعني المقاومة في ظل استمرار العدوان، ولا يمكن أن نوقف المقاومة في ظل سياسة الاغتيال، ولا يمكن كذلك أن نوقف المقاومة في ظل إبقاء الحصار مفروض على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة. اليوم كل الحديث والبحث يجري في هذا الاتجاه، لكن باعتقادي بالتأكيد هناك ضغوط دولية الآن تمارس. هناك الولايات المتحدة الأمريكية دخلت على الخط من أجل الضغط لإيجاد مخرج للاحتلال الإسرائيلي، وأعتقد كذلك أن هناك يعني قد يكون بعض الدول العربية تسعى إلى ترتيب هذه التهدئة، لكن أنا أعتقد المهم الآن أن يخرج الشعب الفلسطيني دون أن تكون هناك قامة أعلى من قامة الشعب الفلسطيني وخاصة قامة الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يفرض معاهدة. ما الذي تغير على صعيد المقاومة حاج أبو عماد حتى رفعتم سقف المطالب لتثبيت تهدئة على شكلة ما حصل بالعام 2009؟ ما الذي تغير؟ هل هو قصف الذي لم يكن متوقعا تجاه تل أبيب وبعض المناطق الإسرائيلية الأخرى، أم تغير ما؟ بالتأكيد هناك معادلة جديدة فرضتها المقاومة. اليوم المقاومة تمتلك إرادة قوية، وتمتلك قدرة صاروخية تصل إلى تل أبيب ولا ما أبعد من تل أبيب. هناك شعب يلتف حول المقاومة، هناك فصائل المقاومة الفلسطينية ملتفة حول
بعضها البعض وتقوم بعمليات مشتركة وغرفة عمليات مشتركة، هناك وحدة موقف فلسطيني. إضافة إلى ذلك هناك واقع عربي متغير، يجب علينا أن نلحظ هذا الواقع العربي بغض النظر إن كانت الحكومات الجديدة في بعض الدول العربية إلى هذه اللحظة ما زال في بداية التغيير، لكن أنا أعتقد هناك شعوب حية، هناك ربيع عربي حصل في بعض الدول العربية، بالتأكيد هو مساعد الشعب الفلسطيني وهو يشكل رافعة للشعب الفلسطيني، ونحن بالتأكيد نرى المشهد مختلف عما كان عليه في السابق. طيب يعني إسرائيل طالما خرقت أي تهدئة توصلتم إليها عبر وسيط ربما، ما الضمانات الآن التي تطالبون بها حتى لا يتكرر هذا الخرق مرة أخرى في حال تم تثبيت التهدئة وفق الشروط الآن التي ترفعها المقاومة؟ أنا أعتقد أهم ضماني هو أن يكون هناك موقفا عربيا حازما وجازما في وجه السياسة الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني، وأن تشعر الولايات المتحدة الأمريكية أن هذا الموقف قد يعرض مصالحها إلى الخطر. ثانيا يجب أن يكون هناك موقفا من السياسة الإسرائيلية ومن عدوان الإسرائيلي، وخصوصا هناك اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية، أن يخرج موقفا ليقول بأن المبادرة العربية قد انتهت، هناك خيار تتخذه الجامعة الدول العربية بدعم الشعب الفلسطيني بكل ما أوتي من قوة. الجانب الآخر أنا أعتقد بأن هناك محاولات تسعى بطريقة أو بأخرى لفرض يعني متغير جديد، لكن أنا أعتقد بأن هذه أهم المنطلقات التي يجب علينا أن نسعى إليها، وخصوصا أن الواقع العربي والربيع العربي بالتأكيد يلعب دور في إعادة تصويب الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية. طيب سمعنا بعض الأصوات التي تتحدث عن مراجعة المبادرات العربية التي طرحت للسلام، منها مبادرة قمة بيروت في العام 2002. برأيك الآن المتغيرات سواء لصالح المقاومة فيما قدمته من قضايا ربما كانت لافتة على صعيد ضرب تل أبيب أو إسقاط طائرة حربية إسرائيلية أو طائرة استطلاع وجهوزية تامة حضور أيضا تام وأكبر بكثير، أو لصالح متغيرات عربية حصلت كما أشرت قبل قليل فيما يتعلق بالربيع العربي، هل جميع هذه العوامل قد تسمح بالفعل لإعادة النظر بالمبادرة العربية للسلام؟ أنا أعتقد الواقع العربي يفرض ذلك. يعني النظام العربي الرسمي عندما يشاهد الشعب الفلسطيني الآن يدافع بدمه وبلحمه العاري أو أعتى قوة مدعومة من أكبر قوة في العالم، هو صامد صابر، وأعتقد كذلك أن النظام العربي اليوم يشاهد هذا المتغير الحاصل في المنطقة، وهو يعتبر وبدا لديه شبه قناعة بأن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لا يمكن أن ينصت أو لا يمكن أن يصغي إلا للقوي. هذا الشعب الفلسطيني هو قوة العرب، هو قوة المسلمين، هو قوة الجامعة العربية سيدي، يأخذوها بهذا الاتجاه ويقف بشكل قوي وحازم. هذا الشعب الفلسطيني الذي يواجه أعتى قوة في المنطقة ويرعبها ويغير معادلة حقيقية، يعيد توازن الرعب مع الاحتلال الإسرائيلي. على العرب أن يستفيدوا إلا إذا كانت مصالحهم، مصالح كراسيهم ووجودهم وبقائهم، هو ما زال مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في المنطقة. أنا أعتقد أن هذا الموقف يجب أن يكون أحد أهم العوامل التي يسعى ويجب أن يسعى إليه العرب لتغيير سياساتهم، أن هناك شعب قوي. إضافة إلى ذلك هناك تحول عربي، هناك تغيرات حصلت، هناك متغيرات حصلت، هناك أنظمة سقطت على رأسها نظام حسني مبارك الداعم والمساند للولايات المتحدة الأمريكية وسياستها والواقف إلى جانب الكيان الصهيوني، نعم، على الأقل في بعض القضايا التي كان يضغط فيها على قوى وفصائل المقاومة. اليوم في واقع متغير يجب أن تستفيد الأنظمة العربية، ويجب أن يستفيد أبناء الشعب الذي حصل فيها الربيع الحقيقي، وأن تستفيد الحكومات الجدد التي أتت من خلال هذا الربيع من هذا الشعب ومن هذا المتحول الحاصل في المنطقة. شكرا جزيلا لك الحاج أبو عماد الرفاعي، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان. مستمرون معكم مشاهدينا، وفي إطار طبعا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نسأل ما إذا كانت بالفعل تغيرت قواعد اللعبة على الأقل لدى المقاومة وأنصار المقاومة، بعد الفاصل.
حياكم الله من جديد، ونتحول إلى رام الله ومع ضيفي من هناك السيد هشام أبو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. قبل الفاصل كان يتحدث الحاج أبو عماد الرفاعي عن تغير قواعد اللعبة الآن، سواء كان على صعيد المقاومة أو على صعيد الحراك الشعبي وسقوط أنظمة. برأيك أداء المقاومة نوعا وكما بالفعل قد غير قواعد اللعبة مع الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني لا شك أنه هناك تطور إضافي، تقدم على صعيد المقاومة، على صعيد خطوات التنسيق الميدانية في مجابهة العدوان. لكن بشكل عام أعتقد من الأفضل ألا نتسرع بالحكم إيجابا بشأن تغيرات شاملة حول قواعد اللعبة، لأن هذا الأمر له شروطه ومتطلباته فلسطينيا وعربيا. فلسطينيا نحن بحاجة ماسة ومباشرة إلى وحدة الموقف الميداني، وشيء من هذا قد وقع أو نعتقد أنه قائم في غزة. نحن بحاجة مباشرة إلى وحدة الخطاب والموقف سياسيا لمجابهة هذا العدوان، ومن أجل ضمان موقف عربي موحد ليس فقط في الساحات العربية بل أيضا دوليا. خطوات فلسطينية من هذا النوع بالتأكيد ولا شك أنها تمهد للخطوات الوحدوية لإعادة وحدة مؤسسات مجتمعنا، لأن هذا العدوان كما نعتقد لا يستهدف غزة فقط، يستهدف غزة وأهلنا في غزة، لكنه يستهدف كل المشروع الوطني الفلسطيني، يستهدف التمثيل الفلسطيني، يستهدف الحركة الفلسطينية على الساحة الدولية الهادفة إلى عزل هذا الاحتلال ونقل قضية الجبهة العامة. لكن هذا سؤال يطرح نفسه سيد أبو غوش فيما يتعلق النضال، فيما يتعلق بالمقاومة إذا كنت تسمعني، الموقعي بكافة الأشكال المتابعة المتاحة، ولا سيما مجابهة الإجراءات الاستيطانية في الضفة ورفع الحصار عن قطاع غزة. ماذا يستهدف العدوان وكيف نجاب هذا العدوان فلسطينيا وعربيا؟ عربيا كما أشرت جيد كل الزيارات بما في تلك التي يمكن أن تتم غدا، لكن كمواطن أعتقد الأكثر أهمية مجموع الخطوات والإجراءات اللي قادرين العرب ياخدوها سواء على صعيد المالي أو النفط أو القواعد والمعاهدات، وتحديدا إزاء الداعمين لهذا العدوان ولهذا الحصار، وأقصد الولايات المتحدة والفيتو المتكرر. إذا ما نقلت المعركة الآن من أجل استصدار بيانات من المجتمع الدولي ومن مجلس الأمن، واستخدم الفيتو الأمريكي كما يستخدم عادة دعما للاحتلال الإسرائيلي، نحن نريد موقف عربي لمرة واحدة. نعم يهدد المصالح الأمريكية ونحن قادرين على ذلك إذا أردنا، كما ورد في بعض الخطابات التي استمعنا إلى بعضها قبل قليل، قادرين من خلال أسلحة المال والنفط والمعاهدات والقواعد التي جميعا نمتلكها في بلداننا العربية. هذه لغة المصالح هي التي يمكن أن تضع حدا لهذا الدعم والإسناد للعدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المزيد من الحصار أهلنا في غزة، الذي يستهدف كل المشروع الوطني الفلسطيني، الذي يستهدف الأرض والمقدسات الفلسطينية يوم بعد يوم، عن موقف عربي وربما أيضا موقف دولي مساند للقضية الفلسطينية. لكن ماذا عن الموقف الفلسطيني بشكل عام؟ أريد أن أسألك سيد أبو العردات، يعني البعض أيضا يتساءل لماذا الرئيس محمود عباس لم يزر قطاع غزة حتى اللحظة، على الأقل مساندة. هو أعلن أكثر من مرة أن لديه الرغبة، وكذلك حاول أثناء ربما المصالحة الآن حتى تحقق ربما الأمنية، ربما إن شاء الله يعني الزيارة واجب. هو بلغ وزير الخارجية الفلسطيني بأن يعمل، كذلك الأمر الأمين العام للجامعة العربية بأن يعملوا على زيارة غزة إذا سمحت الظروف غدا، وهذا شيء جيد. الرئيس هو مسؤول عن كل الشعب الفلسطيني، وبالتالي يعني الآن نتمنى لا بدي أسأل، الآن في معلومات أنه ممكن غدا يزور قطاع غزة؟ يعني إن شاء الله معلومات إذا توفرت الظروف. الآن الأخ نبيل شعث هناك موجود يشارك في الاجتماعات واللقاءات، وزير الخارجية رياض المالكي كذلك الأمر يشارك في السلطة، وكذلك الأمر إذا حصلت الترتيبات من الممكن أن تحصل هناك مفاجآت في زيارات. كذلك الأمر بالنسبة للمصالحة، أعتقد أن عملية تعزيز الوحدة الوطنية والوحدة الوطنية ما صحت المعلومات عن لقاء سيكون هناك بين السيدين مشعل وعباس قريبا؟ هناك ترتيبات في هذا المجال نأمل أن تحصل قريبا، لأننا نعتبر أن عملية الانقسام الآن أصبحت وراءنا. اليوم نحن في معركة شاملة
المستهدف فيها هو الشعب الفلسطيني والمشروع الوطن الفلسطيني في المستوى في المعركة في الميدان والمعركة في السياسة في الأمم المتحدة، وهذا جزء وهذه معركة متكاملة بأبعادها، بعدها الميداني العسكري، والبعد الآخر هو الضغوطات التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية من أجل ثنيها عن الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على مقعد لفلسطين في الأمم المتحدة. لذلك هذه معركة شاملة يجب أن نخوضها موحدين كفلسطينيين مدعومين بموقف عربي واضح غير قابل للتفسيرات والتأويلات. طيب الرئيس عباس لطالما كان يتحدث عن المفاوضات ثم المفاوضات كخيار استراتيجي ووحيد للوصول إلى دولة فلسطينية. الآن المقاومة بعد حصار 6 سنوات ومعركة أيضا بال2008-2009 وما عرف بالرصاص المصبوب، تخرج الآن المقاومة بكل فصائلها أقوى وأعتى وتدهش العالم حقيقة، لأنه لأول مرة تدق تل أبيب بالصواريخ التي كانت تقال أو يقال صواريخ عبثية وصواريخ تنك إلى ما هنالك، فضلا عن حديث الآن عن طائرات استطلاع تنتجها المقاومة في فلسطين. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يتم دائما استبعاد خيار المقاومة من يد المفاوض الفلسطيني؟ شوف لك يعني حتى الآن اللحظة المناسبة كما يقول البعض للجلوس والمصارحة في هذه النقطة. خلينا نتكلم كلام واضح احتراما لدماء الشهداء. تفضل. كلام واضح، نحن لم نسقط خيار المقاومة، نحن في حركة فتح وفي منظمة التحرير الفلسطينية في المجلس الثوري، أنا عضو مجلس ثوري في حركة فتح. لا أنا أتحدث الآن عن السلطة، عن السلطة، عن الرئيس محمود عباس كرئيس للسلطة وليس فقط رئيس لحركة فتح. لها التزاماتها السياسية والدبلوماسية والدولية، والرئيس أبو مازن تكلم من موقع مسؤوليته عن الشعب الفلسطيني وحماية الشعب الفلسطيني. الآن نحن نقول لم نسقط خيار المقاومة بكل أشكالها، هي أحد إحدى الوسائل أو الطريق النضالية التي يجب أن تبقى موجودة، وبالتالي حتى نحن في فتح عندما أطلقنا الرصاصات الأولى كنا ندرك أهمية العمل السياسي. نعم. ولذلك العمل السياسي والعمل المقاوم يجب أن يسيروا في خطين متوازيين، خاصة بعد أن وصلت عملية العملية السلمية كلنا ندرك تماما إلى أنها شبه انتهتها إسرائيل، وهي لم تعد موجودة، ولن نعود إلى المفاوضات تحت أي ضغط أو تحت أي ضغوط. عند هذه النقطة عندي هذه النقطة دعني أسأل سيد أبو غوش، ما إذا كان الآن الوضع الفلسطيني برمته المنقسم على ذاته وأيضا في ظل ما يتعرض له قطاع غزة، يعني ربما يمهد لمراجعة استراتيجية فلسطين فيما يتعلق بخيار المقاومة بعد أن غيرت قواعد اللعبة الآن في قطاع غزة؟ يعني هناك مسألتين. الأولى، نعم، من حيث المبدأ نحن بحاجة إلى مراجعة استراتيجية لمجموع المهمات وخطط العمل التي من شأنها مجابهة إجراءات وخطط العدوان والاحتلال الإسرائيلي. لكن علينا أن نميز ما بين الشيء المباشر، المهمات المباشرة والفورية، وما بين القضايا ذات الطبيعة الاستراتيجية التي قد تأخذ بعض الوقت حتى لا تسرق ولا نقع في أوهام. نحن بحاجة مباشرة إلى تعزيز أعلى درجة ممكنة من التنسيق محليا وميدانيا، هذا من جانب. نحن بحاجة فورية ومباشرة إلى توحيد الموقف والخطاب السياسي في مجابهة هذا العدوان الذي يستهدف مزيد من تعميق الحصار على شعبنا في غزة واستمرار العدوان ليضرب المشروع الوطني الفلسطيني وضرب مجموعة تحركات المبادرة الفلسطينية والتي نأمل أن تكون مدعومة عربيا على الساحة الدولية وفي ساحة الجمعية العامة للأمم المتحدة. مهمات سياسية مباشرة أعتقد ليس متعذرا الوصول إليها، هذه قضية هامة وفورية لكي تخدم مجمل تحركنا ولكي تسند إليها قوى مجموع قوى شعبنا في غزة، وأيضا الأزمة خلية الأزمة التي جرى تشكيلها أمس على مستوى الساحة ليس فقط لتطلع بدورها فلسطينيا بل وعربيا ودوليا. التحركات الجماهيرية على امتداد مواقع الضفة الغربية وبعض التحركات بالشارع العربي والتي نامل أن تزداد دعما لأهلنا في غزة ضد هذا العدوان المستمر منذ 4 أيام، ضد من يدعم هذا العدوان، وأقصد تحديدا الولايات المتحدة. وفيما إذا ما نقل الأمر إلى مجلس الأمن، نعم ينبغي لمرة واحدة أن يتخذ العرب موقفا مهددا مصالح الولايات المتحدة، والعرب إذا أرادوا ذلك لديهم الإمكانات ولهم القدرة
عبر بوابات النفط والمعاهدات والأموال والقواعد وفتح الحرية للشارع العربي لكي يعبر عن غضبه إزاء واللي فيه مجابات كل الداعمين لهذا العدوان وإسنادا لأهلنا في غزة. خطوات من هذا النوع لا شك أنها تفتح الطريق وتمهده من أجل حوار حقيقي، مراجعة حقيقية وجذرية لكل المسيرة السابقة، وبما يستعيد وحدة مؤسسات مجتمعنا وشعبنا، لأنه نحن ندرك أن هذه واحدة من القضايا الأخطر التي نجابهها، الاحتلال والعدوان في ظل انقسام. لمجابهة هذا الأمر، لمواجهته، نحن نعم بحاجة إلى وحدة موقف مباشر، وحدة ميدانية مباشرة، تمهيد لمباحثات وحوارات ذات طبيعة استراتيجية وتستند إلى وثائق الإجماع الوطني، وهي على أمل ذلك. وثيقة شكرا جزيلا لك الوطني. سيد هشام وثيقة أبو غوش. الأسرى تؤمن ذلك، الجمع ما بين المقاومة والمفاوضات. شكرا جزيلا لك سيد هذا مقر ومصادق عليه من الجميع. نعم. كيف نعود لترجمته وكيف نأخذ التطورات الأخيرة بنظر الاعتبار وبما يعزز القدرات الفلسطينية، واحدة موحدة تكون قادرة على اجتذاب موقف عربي واحد وموحد، وعند ذلك يمكن أن نتابع معركتنا على الصعيد الدولي، لأنه احنا لا نتحدث عن جيشين متقاتلين. شعبنا في غزة يتعرض لهجوم، يتعرض لحصار، هاي هي المعركة الرئيسية، بحاجة إلى موقف أكثر دقة من هذا. أشكرك كل الشكر سيد هشام أبو غوش، عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. يبدو ما كان عم يسمعنا بشكل جيد، أعود إليك وأسألك بشكل أيضا أكثر دقة وتفصيلا في موضوع الآن، يعني عدوان الآن على قطاع غزة، المقاومين على الجبهات، الآن أيضا في نضال سياسي يمارس على الأرض، سواء كان في القاهرة أو لدى تحركات السلطة الفلسطينية أو القيادات الأخرى اللي هي في أو كانت تعيش حالة من الانقسام. هل هذه المرة ربما نستطيع القول أنه الانقسام ربما ينتهي إلى غير رجع؟ بالتأكيد هناك أولويات. الأولية في الاستراتيجية الفلسطينية الآن يجب بدي أتحدث عن أمنيات الآن، بدنا شيء مؤشرات. تفضل. إحنا قلنا اليوم في رعاية مصرية للمصالحة، اليوم سيلتئم هناك اجتماع بتقديري لإنهاء كل ديول ما تم الاتفاق عليه والبدء بالتنفيذ. اليوم المعركة تقصد بين من ومن؟ بين فتح وحماس برعاية مصرية، ما تم الاتفاق عليه بوجود كل الفصائل الفلسطينية وبحضور الجميع. نعم. مش بس تم توقيع على وثيقة المصالحة، تم الاتفاق على استراتيجية واضحة، المقاومة الشعبية وكذلك الأمر المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، هذه كلها شكل جزء من الاستراتيجية، وكذلك الأمر بالنسبة لعملية السلام وعملية المتوقفة. اليوم نحن في معركة، وبالتالي في أولويات. الأولوية هي لتوحيد الصف الفلسطيني، هذه أولوية. ما في شعب بيروح على معركة أو بيكون بمعركة وهو منقسم. فإذا الناس اليوم الفصائل توحدت ميدانيا على أرض الصراع. يبدو مطلوب التوحد في المعارك طبعاً. شيء قاسم مشترك يجمع الفلسطينيين بخلاف الموقف السياسي. هناك عدو بخلاف الموقف السياسي، هناك عدو وبالسياسي هناك في وحدة للموقف الفلسطيني ستترجم من خلال استراتيجية وطنية واضحة، ومن خلال مشاركة لكل الفصائل الفلسطينية في صياغة القرار الفلسطيني وتقرير مستقبل ومصير الشعب الفلسطيني. إلى أين تسير الآن تعتقد معركة غزة؟ هل ستنتهي على ما انتهت عليه معركة 2008؟ أنا برأيي هناك ضغوط دولية كبيرة وتحرك دولي كبير، يبدأ من أوباما، الرئيس أوباما، والأوروبيين، وكذلك الأمر الدول العربية، ومن أجل احتواء الوضع. لكن بالتأكيد هذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية وتطرف وتعصبا في تاريخ إسرائيل لا تتوانى عن فعل شيء. هذا الائتلاف بين نتنياهو وليبرمان وكذلك أمير باراك اليوم يقول إذا تقدمنا ميدانيا على الأرض لنتوقف في وسط الطريق. ماذا يعني هذا؟ أنهم بالفعل يعدون العدة من أجل يعني توسيع دائرة المعركة. لكن خطيرة يعني. برأيي توسيع دائرة المعركة لن يكون لصالح إسرائيل. الوزير ماريدور يقول إذا تعهدت حماس بوقف إطلاق الصواريخ قد توقف إسرائيل غاراتها على قطاع غزة. برأيك هذا الموقف الآن اللافت هل هو يعكس بالفعل يعني حالة من الإرباك يعيشها أو تعيشها إسرائيل بعد أن لم تكن تتوقع أن تصل الصواريخ إلى تل أبيب أو إلى القدس؟ بالتأكيد هذا ما كنت أريد أن أقوله. نتنياهو كان يتوقع أن يضرب ضربته
ويغتال أحد القادة المهمين في المقاومة الفلسطينية، وبالتالي يصب هذا الجهد وما يقوم فيه في صندوق الاقتراع، يعني متاجرة بالدم الفلسطيني قبل الانتخابات. قبل الانتخابات، وكذلك الأمر كان يريد من هذا الموضوع، كذلك الأمر في شكل آخر هو إرباك القيادة الفلسطينية في توجه الأمم المتحدة. نوع من موضوع خلط الأوراق. فلذلك اليوم الأمور فلتت، وبالتالي أنا أقول لا أرجح أن تقوم بإسرائيل بعملية كبيرة في قطاع غزة، لأنها أول شيء ستكون محرجة أمام عدد الضحايا الذين سيسقطون، وهي لا تكترث كانت سابقا في هذا الموضوع، لكن الآن قواعد الأمور اختلفت والأمور اختلفت والرأي العام اختلف، وكذلك الأمر هي ستواجه مقاومة فلسطينية موحدة تمتلك أسلحة وتمتلك الإمكانيات لإيقاع أكبر الخسائر في صفوف العدو. فلذلك أنا باعتقادي أنه العدو الصهيوني لن يلجأ إلى خيار العملية البرية في هذا الوقت. ونتمنى لأهلنا طبعا في قطاع غزة كل السلامة، ولكل الشعب الفلسطيني وتحية طبعا. نترحم على الشهداء وتحية لأهلنا في غزة وفي كل مواقع النضال. شكرا جزيلا لك سيد فتحي أبو العردات، أمين سر حركة فتح في لبنان. طبعا كل الشكر لمن كان معنا ضيفا في هذه الحلقة، وأيضا لمن ساعدنا في الإعداد وأيضا في الإخراج. كل التحية، إلى اللقاء.